إلين؟ أنا بدي أروح. لوين؟ لعند أمي. خبروا الشوفير يجهز السيارة. وين بدك تروحي بنص الليل إلين؟ بعدين مو حلوة تتركي ضيوفك. بدي أروح. خلي الشوفير يجهز السيارة بسرعة وخليه يوصلها لعند أمي. أمرك يا بيك. شكرا سهيل. نيفين؟ مجد؟ شو في أمي؟ عندكن شي دراسة أو وظائف؟ لا. وأنا ما عندي. تعوا قعدوا لأنه بدي أحكي معكن. كأنه في سيارة جاية. الظاهر لعنا. هي إلين. إلين اجت. ايه قوم اركض شوف اختك يلا. تعال. حبيبي. إلين يا عمري. اهلا وسهلا. شو بكي بنتي؟ بيت عمي اجوا لعنا على العشاء وعلى اساس كرمالي باركولي، بس مرت عمي قالت انك رح تتجوزي امي. تعي سكر الباب ماما. فوتوا. منيح اللي اجيتي لاني كنت هلا بدي احكي بهالموضوع. تعي بنتي. يا أولاد كلكم صرتوا بتعرفوا إنه الصياد عرض علي الزواج، بس أنا كنت رح أقبل فيه، بس هلأ الشي اللي بيتعلق بحياته مو سهل علي أقبله ولا حتى فيني أرضى فيه أصلا. مشان هيك أنا تراجعت وهلأ لفهمت إنه اللي بينكسر ما بيرجع ولا بعمره بيتصلح. هذا اللي كنت حابة أقلكن إياه. أنا الوحيدة اللي ما كان عندي علم بالموضوع يعني؟ وأنتي لما تزوجتي ما كان حدا عنده علم بهالشي. بعدين أنا لسه ما تزوجت. إلين أنا بحبك مثلك مثل أخواتك وكلكم بغلاوة بعض عندي. مو بتعرفي هالشي؟ ما تتاخذني. لفي تعال هون. أصلا أنت شو عم تعمل بيناتهم يا فصعون؟ لك اتركني بلا غلاظة. بلش تنحر من المخدات. تعال نتقطر من المخدات وننام بعدين بنفس التخت مثل قبل. وشو الأطفال؟ يعطوني الأطفال ياكلوا ما خلي فيه لا شكل. تعالوا انتوا لهون. Thank you.
فراخ العصافير رجعوا اجتمعوا سوا، ومن كتر ما كنت مبسوط بهداك الوقت ما بدي هالصورة تنمحى من ذاكرتي، لهيك غمضت عيوني فورا. حبيت احتفظ بقلبي بهاللحظة الحلوة، وضل عم اتذكر الفرح يلي بعيونهم والضحكات والمحبة الكبيرة يلي عم تجمعنا سوا، لحتى اطير باحلامي فيها من زمن لزمن. وين جميلة؟ ليك هنيك، في واحد بعت لك هاي الرسالة. أهلين جميلة، تشرفتي. يا أهلا وسهلا. وينو حكمت؟ منحكي بعدين بهالموضوع، تفضلي قعدي. يلا يلا حبيبتي، يلا تعي تعي، لا تخافي، يلا قعدي ارتاحي. علي صياد وينو؟ جميلة قعدي. شو انت جنيت لحتى حاطط طاولة وشموع وموسيقى بهيك وضع وما بعرف شو؟ قعدي اهدي شوي. برافو، هيك بدي اياكي. انت لشو بدك توصل بالضبط؟ اهلا وسهلا، نبلش بالتقديم يا بيك؟ ايه ابني، يسلموا. ليكي هذا مكان شغلي، شايفه؟ احلى مطعم هون مو؟ بتعرفي ليش احلى مطعم بهالمنطقة؟ لانه بنص البوسفور، وما في حدا ما بيطير عقله بهيك قعدة مثل هاي. أكلنا طيب كتير وأكيد رح يعجبك. علي اللي وين الصياد؟ ما بعرف، بس أكيد مبسوط. إذا رح يتزوج وحدة مثلك شلون ما بده يكون مبسوط؟ يعني بيكون طاير من الفرح، مزبوط؟ بتحبي تدوقي؟ ما بدي. كمان صببني. لإمتى بده يضل عقلك صغير وما بتوزن الأمور؟ شو بدك فهمني بقى؟ يلا هذا عشرفك. سم الهاري. يلا اشربي. يلا بصحتك. اشربي اشربي. يلا صحة وانا. ليك علي، إذا ما قلت لي وينه الصياد بالحسنى أنا رح روح على الشرطة. مانو هون، شو بيعرفني وينه هالكلب؟ بس أنت كتبت لي إنه حياة الصياد بين إيديك وما بعرف شو بدك تعمله. كذبة بيضة جميلة، كتبت هيك لتيجي لعندي، فهمتي؟ الله يلعنك. بعد اتركني روح بعد من وشي. لا تتطاولي وليه؟ عدي عدي.
اعزفوا شبكون يا شاسع gönlümde bir dile aşığılkon düşman olur bana her melek dert sanki kum bende bir çölüm en büyük جميلة لو بهالظروف بدي اياك تتفهميني انا غلطت بحقك كثير بعرف ويمكن قهرتك كثير وما فكرت فيكي ابدا فحقك توصلي لهي المرحله لاني كنت زوج مهمل ولاحش عليكي مسؤوليه 4 أولاد وكنتي ام الهم واب بنفس الوقت بعرف كل هاد بس انا كمان حياتي ما كانت سهله قضيت عمري كله رايح جاي بين البحار بالمختصر نحن 2 نكدنا حياة بعض وصعبناها أنا ما نكدت عيشتك ولا صعبت عليك ولا كنت محملتك أي مسؤولية لا تقارني فيك جميلة أحاسيس الزلمة مختلفة وإله مطالب كتيرة شو قصدك؟ أنتو منزلين ونحن ما منسوى نقلة يعني؟ ولا يمكن أنا ما عرفت أسعدك كل حياتك؟ يعني كارولين عرفت شو الشي اللي بيسعدك؟ بكرة بتمل منها وبتروح بتدور على وحدة تانية وبتلاقيها مناسبة إلك كمان هديك أوروبية قلت لي أوروبية وإذا أوروبية رح تكون غير النسوان أنت عن جد مصدقة أن الصياد بيحبك جميلة؟ ما فيك تعرف إذا حدا بيحبك من كل قلبه بهالأيام بس فيك تتأمل مو أكتر لأنه مو شرط يكون أي واحد براته مثل جواته ها شو هالحكي الحلو هاد برافو عليكي حكي الك... هي أنت غلطتي وسيارتي الصياد جميلة وغلطتي بحقي ما شو الفرق اللي بيناتنا أنت لما رحت حبيت وعشقت كنت على زمتك فهمت بس أنا هلأ ماني على زمتك أنت إلي وبس جميلة حاجة بقى إلي ماني عبدي عندك ولا اشتريتني لزام حدودك بقى أنت إلي أنت اللي خربت عيشتنا بإيديك ما كفاك اللي عملته بدك توسخ لي سمعتي بفصولك كمان جميلة تعي بلشنا لك بعد عني بقى فوتي أحسن ما أكسر لك راسك وليه عدي عدي عزف وأنت وليه غني يلا رجعي Ah keşke vermez olaydım. Yalla Cemile, daima. Yalla habibi. Sevmez olaydım. Sana bu can feda dedim. Ah keşke demez olaydım. Hadi. Seni nereden sevdim keşke. Ya habibti. إذا بدي خليكي تروحي عادي هون فهمتي؟ حبيبتي اطلعي فيني جميلة لك اطلعي فيني طول ما أنا فيني نفس ما رح أتركك ورح ضل جنبك على طول أنا لساتني موجود بحياتك وما فيكي تتجاهليني أبدا لأني ما رح أسمح لك لو شو ما صار وإذا فكرتي تنسي هالشي رح أذكرك بطريقتي ماشي؟ فهمتي؟ Sana bu can feda dedim. Ah keşke demez olaydım. Şam bisir hon. Fini ifham şam tamlu. عم نتغدى مثل مو شايفة. واضح عم تتغدوا. مع بعض. معناها اجيتي بوقتي. لأنه أنا كمان جوعانة ورح أتغدى معكم. Beni sevmiş olsaydın
بساحتكم. طيب مثل ما بدكم، عادي اعملوا اللي بيريحكم. انتو شو كنتوا عم تحكوا فيني اعرف؟ انت عم تخوني مع مرتك القديمة سيد علي. لا ما شو غبية. انت عن جد مبسوطة ولا عم تتمسخري؟ انت عم تتمسخري ولا مبسوطة وليه؟ لسه ما بلشت الحفلة. لا امتى رح تبلش؟ بعد شوي رح نحتفل. ايه يلا. شو هاد؟ كرت دعوة كرمال الحفلة. Ona buna bakıyor mu? O incecik beli şimdi başka biri sarıyor mu? Pırıl 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 saçlar. من البنك. فلان وعلتان، فلان وعلتان، فلان وعلتان، هالدعوة مشاني. تم بيع السفينة بموجب هالتاريخ، المذكور أعلاه. فيرجى إخلاء السفينة. وأعطينا مهلة ثلاث أيام. باعت السفينة لأنه مسجلة باسمها لمرتي وباعتها بدون ما تسألني. هلا عم تشكيها لإلي؟ شلون بتتصرفي بدون ما تسأليني؟ بس أنا حذرتك من قبل وقلت لك انسى جميلة ولا تلحق وانتبه لشغلك وحاج تشرب كتير، بس انت ما رد علي بنوب ولا تستغبيني كمان. وقلت لك اني رح بيع السفينة بس انت ما عملت الي اعتبار، وهلا افهمها بقى. انت ما بيقدر يضحك علي انا، فهمت ولا لا؟ Kara gözler ona buna bakıyor mu? O incecik beli şimdi başka biri sarıyor mu? Pırıl 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 saçlar yine dalgalanıyor. Ya pismadi öyle. Men وين الله بلاني فيكم؟ بدكم تحطوا راسكم براسي؟ شو انتوا ناويين تجننوني على اخر عمري؟ خلصنا بقى. خلصي. المسخرة بين ايدين هاي الحقيرة وجاية تعمل قدامي هالحركتين العمى. مو انا اللي عملت علي مسخرة يا حقيرة، انت اللي عملته هيك. اللي انا اللي عملته هيك. اصلا علي ما صار رجال الا على وقتي انا، مو معك وليه؟ ليش شو كنت انا قبل ما اخذك احكي وليه؟ شو ما كنت زلمة معبي عينك؟ اه ليش لا تطفي فيني؟ جاوبيني. كنت حيوان. انا بورجيك الحيوان، بس اكسر لك راسك ومعسك تحت رجلي بتعرفني. تعي لهون يا كلبه. بدي اقول لك مين الحيوان بيناتنا. والله لا قلت لك يا حقيره. خلصي هيك. مسنون. طلعوا. اطلعوا. فوتي انت. تحركوا. اطلعوا لبرا. بسرعه. اطلعوا لبرا. يلا. بسرعه. حيوان. اطلعوا. خلصوني. انت مو بني ادم. يلا. واحد حيوان. بسيطه، انا بورجيكي. اذا ما بقتلكم ما بيكون اسمي علي. هلا حتشوفي الحيوان على اصوله. هلا حيوان. حيوان. علي. علي افتح الباب. علي خلص الشغل. نلعو نلعو. سكرنا. علي حركوا. أنا برجيكم. علي افتح. لك افتح الباب لنحكي. سوينا سنة هذا المجنون يا الله.
ما انا بنظركم واحد حيوان؟ ما انا رح ارجيكم من الحيوان اللي عم طلعت معني معبي عينكم بعد كل اللي قدمت لكم اياه. انا بارجيكم والله رح اعطيكم حياتكم يا كلاب. ما شفت شي من انتقامي يا جميله ولا انت يا كارولين، بس هلا بتشوفوا بعيونكم كلكم نفس الطينه، ما رح تطلعوا وحده احسن من الثانيه. لك تعال هون علي ما احسك جنان. شو رح نعمل جميلة؟ مش شو فينا نعمل نحن مقبورين هون؟ المهم هو شو بده يعمل فينا هلا؟ تحرك من المينا كمان. لك الحمار ما بيوع بالجونة مرتين لحتى توقعوني، والله لحتى انتقم منكم دفعة واحدة، وبدي انتقم منك بإيدي هدول. يا خاين يا ابن الحرام أنا بورجيك. شو عم تعملي؟ لازم نعمل شي لنوقفه. ورجيني حالك كيف رح تقدر توقف بوشي مرة تانية يا ابن الحرام؟ علي طول بالك شوي. علي لا تعمل هيك بلا الله، رح تروحنا. علي 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 لك رح تروح علي.
شو نعمل؟ لازم نخبر قرايبينهم بس ما بنعرفهم. ما تقلق، عرفت وحده من بيناتهم، بظن اسمها جميله. هالمرة بعرفها وبعرف مين بيكونوا اهلها وبعرف وين بيتها. ايه معناتها روح منشان تعطي اهل هالمسكينه خبر. نحن يا رجال يلا خلونا هون، بلكي صار معهم شيء. انت قطعتي لي الطريق على سيارتي. إلين كيف حاسه هلا؟ اكيد مبسوطه ما؟ ايه مرتاحه ومبسوطه، بس ما بعرف بيني وبينك هاي مروة ما عم تتكنس من عنا لا ليل ولا نهار. وشو جابها لعندكم هاي؟ لانها تبقانتو لسهيل. ليكو هالوقع عليك؟ ايه بدي اقلع لعيونها من مطرحهم. تيتا ما تحطي رجلك هون. وانتي واحمد كيفكن؟ شو اخباركن؟ دخيلك مو وقته رح يخلص من قصة الطلاق، مشغول بالي ما شفته صار لي فترة وما بعرف شو بده. لا وفوقه بده ياخد بتار امه، يا خوفي يكون صاير شي معه. خلص لا تقلقي عليه بالمرة. ماما اجيت. أي ما افتح. ماما اجت جايبت لي معها اكلات طيبة. اهلين. مرحبا. تفضل. حابب بشوف ايلين. ايلين؟ مراد مشغول باله عليك. منروح سوا؟ ماشي منروح. ضلي تعي. حبيبي بيجي بزوركم. انتوا قرايبين لجميلة خانم؟ وانت مين حضرتك؟ صراحة أنا جاي من المشفى لأنه جميلة خانم صار معها حادث وأسعفناها دغري. شو صار لأمي؟ أنا والشباب أخذناها على المشفى، وليكني عم خبركن وما بعرف شو صار معهم. شو اللي ساقطن واقفين؟ اهدوا، هلأ بروح بشوف شو القصة. رح روح لعمدة. طيب، منيح السيارة معنا. بدي روح. تيتا ديري بالك على عثمان. ما حذرتي، رايحة معكم. تيتا مشان الله مو وقته. عثمان. أنا رايح أطلع معه. شو بدي لكم؟ رح أخذ عثمان وروح لبيت عمكم كمان، وأنتوا إمتى ما صح لكم بتمروا بتاخذوه من عنده. طيب ما تاكلي هم. طيب ماما ترجع على البيت تيتا؟ ايه حبيبي رح تطيب، لا تخاف عليها. الحمد لله على السلامة. راسي عم يجعني. صار معكم حادث. ليلي شو حاسة؟ شو عم يجعيك؟ بكل الأحوال رح تضلوا عنا تحت المراقبة.
الخانم اللي معك وضع صحي عالي العال، بس مصدومة. وعلي دكتور كيف وضعه؟ ما كان في غيركم الرجال، أسعفوكم لهون بس أنت والخانم. وعلي ما جابه؟ طيب والصياد؟ في صياد ما ضل خشبة على خشبة بكشكو، واليخت؟ لا تعبي حالك يا أنسة، حاولي ترتاحي شوي. وين أنا؟ ليش أنا هون؟ أنت يا جميلة، أنت يا واطي، أنت سبب المصايب يلي فينا نحن. لو سمحتي الانفعال مو منيح مشانك. وين علي؟ علي شو صار له؟ صدقيني ما أسعفوا معكم ولا علي رجال. جوزي أنا بيكون. هي خربت بيتنا، ما سامحك أبدا. اهدي يا خانم، ما خليكي ترتاحي يا سيدي. يا خانم سطحي ولا تعيطي هلا بتروحي. علي وينه؟ اهدي لو سمحتي، أعطيها إبرة مهدي مشان تنام. اهدي اهدي اهدي. علي ليكون علي مات. لا 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 لا. دكتور اسمعني، علي كان معنا. علي وينك؟ وفي صياد كمان سبق وخبرتك، يلي اسعفوكم ما جابوا معكم لا علي ولا صياد، والشرطه لساها عم تحقق. كلامي واضح يا خانم؟ بلش مفعول الابره. يلا يلا شش. عمليات عمليات، ما لقينا حدا بانقاذ اليخت ابدا. حول فيني اخذ افادتهم دكتور؟ هي نايمه. الحمد لله على السلامه. الله يسلم. فيكي تحكي لنا شو صار بالضبط؟ ما لقينا غير اليخت طلع على رصيف المرفأ ونهد كشك الصياد المسكين فوق راسه، انطحن كله باللي فيه، ونحن ركضنا دغري وطالعنا النسوان من بين الأنقاض وأسعفناهن. واحدة منهم أمكن جميلة خانم، والرجال اللي عرفها خبركن عنا، وهلأ الدكاترة عم يعملوا الواجب. لحظة دكتور. تفضلي. طمنا أمي شو وضعها؟ أي واحدة أمكن؟ خانم الأجنبية؟ ليش في ست أجنبية؟ جانا على الإسعاف تنتين، واحدة منهم ست أجنبية. لا مو هي، تانية اسمها جميل. تنتين وضعهم منيح، بس رح نتركهم تحت المراقبة لنطمن أكثر. طيب قديش رح يضلوا يعني؟ يعني مو أقل من 24 ساعة وبنرجع من عينهم لنطمن، وبعدين ما في مانع نخرجهم ويرجعوا لبيتهم. طيب في مجال نشوفه لو سمحت؟ أصلا الشرطة عندهم وعم ياخذوا إفادتهم بالإذن. طمنوني يا أولاد، شو صاير مع جميلة؟ ها؟ مرحبا سهيل بيك، وحضرتك كمان هون؟ طبعا. طمنونا كيف هلا؟ قال الدكتور انها منيحة، بس الظاهر كارولين كانت معه. لا شو اللي جمعهم التنتين مع بعض؟ والله ما بنعرف، وليكنا ناطرين. طيب ابني، ونحن كمان مننتظر. غيرك انتي وكارولين خانم، كان علي بيك معكم شي؟ طبعا هو كان معنا، تعطلت دفة اليخت وضربنا بالرصيف. ماشي الحال، أنا رح أخذ إفادتك للقسم وبرجع لهون. لا تروحي، ويمكن بهالوقت تفيق كارولين خانم وناخذ أقوالها كمان. لو سمحت، علي مو مبين له أثر بنوب، والصياد كمان ما له أثر، بلكي بتلاقوه. الشرطة عم تمشط الشط والمرفق كله والمحيط اللي حواليه، ما فينا غير ننتظر. أنا منيحة، لا تخافوا يا أولاد، أنا منيحة. ماما خوفتين عليكي. لا تخافوا، أنا منيحة. تفاكي موجوعة؟
لا صرت احسن. وهي شو جابها لهون معك؟ شو اللي جمعكم؟ يعني شو بده يكون اللي جمعنا برايك؟ صار اللي ما كنت متوقعته بحياتي. شو صار؟ صار اللي خفت منه. ما على قلبك شر روحي. بعدين بنقعد وبحكي لكم. ما لقوه وبالي مشغول علي يا اولاد. والصياد ما لقوه. ليش الصياد كمان كان معكم؟ لا الصياد المسكين ما كان معنا على اليخت. هو كان جوات الكشك الخشب اللي بالمرفأ، والمحقق قال لي انه المركب هرس الكشك، يعني اذا المسكين كان جواته ادعوا له ما يكون صار له شيء. انت عدوتي من اليوم ورايح جميله. انت بتغار لانه علي تركك وعملتي هالشيء حتى تموتينا، رح انتقم منك وخلص عليكي جميله. كارولين حبيبتي لا تنفعلي، بتساوي اللي بدك اياه بس بالاول طيبي.